استاذنك انه اسمع صوت الاستاذ عدوان الغامدي. عدوان الغامدي هو مشرف مختبرات باداره تعليم الطائف ويمكن عنده جزء من الحكايه. استاذ عدوان حياك الله معنا في اهلا. يا مرحب حياكم الله. هلا والله. انت مشرف مختبرات في اداره تعليم الطائف ويعني تعتبر يعني جزء من المسؤوليه، اليوم وش اللي يخلي اداره التعليم يعني تعطل او خلينا نقول توقف مشروع اكمال الدراسه للراغبين فيها؟ حياك الله يا استاذ مفرح وحيا الله الحضور والاخوه المشاهدين. اداره التعليم هي كانت المساند لمحضري المختبرات في مجال البكالوريوس، وبالعكس كانت داعمة جدا وبتشجيع من إدارات التعليم وبعض الإخوان من الميدان، يعني بذلنا جهد كبير في عمل خطة دراسية لمرحلة البكالوريوس، ولم يكن التعطيل أبدا من قبل إدارات التعليم. لا طيب انت بحكم انكم في ادارات التعليم ودعمتم هذا الموضوع، وين وقف الموضوع؟ عند الوزاره، عند الجامعات، عند اعتماد برنامج، وين بالضبط؟ المشروع قدم بجانب خيري تام بالتنسيق مع جامعات داخل السعوديه وخارج السعوديه. وقدمنا المشروع الى اداره او الى وكاله الوزاره لتطوير التعليم. وانتقل المشروع إلى وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، ثم إلى الإشراف التربوي، ثم إلى إدارة التدريب والابتعاث، ثم إلى هيئة الخبراء، ثم ولكن في وكالة الوزارة للتعليم للأسف الشديد توقف المشروع وقتل في مهله حقيقة. كيف؟ وللأسف الشديد أن الأخوان مقتنعين قناعة تامة بأنه تأهيل محضر المختبر الحالي كافي، وهذا طبعا يعني ما يتنافى تماما مع جميع ما عقد من لقاءات وورش عمل تم الخروج فيها بتوصيات على مستوى المملكة بأنه يجب أن يتم تطوير مؤهل محضر المختبر. ونحن من خلال عملنا بالميدان من أكثر من 20 سنة محضر المختبر ضروري يتم تأهيله وبأكثر من الوضع الحالي حتى يستطيع قادر على عمل التجارب ومساندة المعلم، المساندة اللوجستية المطلوبة خاصة بعد رؤية المملكة 2030، ضروري أن المختبرات يتغير الحال فيها إلى حال أفضل من هذا الحال. ولكن الأخوان في التعليم اعتبروا قرار فردي وليس قرار جماعي لأنه لم يؤخذ رأي الميدان في هذا الجانب، تم تعطيل هذه المشروع وقتله في مهده. وش تقصد بقرار فردي؟ في شخص معين في الوزارة وقف ضد المشروع واتخذ القرار؟ وفق ما وصلني من بعض الزملاء اللي كانوا متبنيين المتابعة في الوزارة، الأستاذ عبدالله الحرير والأستاذ فيصل السكران، أن هناك أشخاص بالوزارة لا يريدون أن يتطور هذا التخصص. ليش؟ وش تبريراتهم؟ يرون بأنه قد يحدث من وراء هذا الكلام مطالبات في زيادة مستوى، أو رغم أن الزملاء محضرين المختبرات حقيقة يعني تنازلوا حتى عن الحيثيات فيما بعد التطوير من ناحية المستوى، من ناحية هم يريدون شهادة حتى يبدعون في مجال تخصصهم، ولكن الأخوان بالوزارة مصرين على أن لا يتم هذا المشروع. لا أدري طبعا هذا الكلام يعني أنا أتحدث عن حقبة زمنية من 10 سنوات، لكن حاليا ربما أنه كل من نتحدث عنهم غير متواجدين الآن. يعني هذا الكلام قبل 10 سنوات؟ هذا الكلام خلال 10 سنوات. خلال يعني قل لي متى آخر محاولة كانت أستاذ عدوان؟ قبل كم؟ للأسف الشديد قبل 3 سنوات تقريبا أحبطت العملية إحباط عنيف جدا في وكالة الوزارة للتعليم. طيب الأشخاص هذول اللي تقول عنهم وش مناصبهم في الوزارة؟ نواب وكلاء يعني مدراء، إيش بالضبط؟ أعتقد كان منهم يعني يبدو لي مدراء عموم أو وكلاء، ما يعني لا أستطيع أظلم أحد بعينه، وتعرف يعني المعاملة إذا عطلت أو جمدت أو كتب عليها ما يحبطها، يعني هذا أمر يظل احتراما للمسؤول الكبير. نحن يعني لنا حدود مهما كنا بالضبط. لنا طيب حدود. الأشخاص هذول اللي تقول إنهم عطلوا الموضوع ما زالوا موجودين في الوزارة؟ لا
حاليا يعني لا اعتقد انهم موجودين، او يمكن الجانب الاكبر منهم غير موجود. طيب ما جربتم تدعموا الملف مره اخرى عند الوزير الدكتور احمد العيسى، يعني ممكن انه يجد حظ من القبول افضل من المراحل السابقه؟ الحقيقه ما يعني ما اعتقد انه تم اعاده المحاوله، ولكن أيه. ربما ان نعود الى 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 بمساعده الزملاء الى الى يعني تنشيط المشروع مره اخرى. طيب اذا كان راي بعض المدراء او الوكلاء مثل ما تقول خلال السنوات الماضيه انه هذولا ما يحتاجوا تاهيل زياده، انت اليوم بحكم انه لك كم لك مده في الاشراف في المختبرات استاذ عدوان؟ الان 15 سنه ما شاء الله. مع كل هذه الخبره، هل ترى ان اللي حصلوا على دبلوم اليوم في المدارس ال 5000 محضر ومحضره يكفي هذا لهم كخبره، ولا لازم ياخذوا البكالوريوس؟ الدبلوم هم بداوا بمرحله البرنامج سنتين، ثم اخذوا دبلوم تكميلي سنه. ولكن حقيقه يعني هذا غير كافي ابدا. محضر المختبر ضروري ان يدخل في العمليه التعليميه ويجري التجربه بنفسه قبل دخول الطلاب إلى الفصل. المعلم يعني أثقل على كاهله الكثير، وأصبح يعني وقته لا يسمح بشكل جيد. لابد من تأهيل محضر المختبر حتى يصل إلى مرحلة أن يقف أمام الطلاب ويؤدي التجربة بمساندة المعلم، مثل ما يحدث في الجامعات بشكل مصغر جدا، أن يكون المعلم ومحضر المختبر. ولكن يعني بهذا الحال يبدو لي محضر المختبر عبارة عن أمين مستودع، يعني لا أرى أكثر من هذا المهنة. هو أمين مستودع، مستودع المختبر. هذا وصف قوي جدا. نعم وأنا مسؤول عن هذا الكلام. من 15 عام لم أجد أمامي محضر مختبر بقوة محضر المختبر. السبب أنه الدراسة غير كافية، التأهيل طبعا. طيب التأهيل ضعيف. الدبلوم هذا يعني ما يعطيهم حتى الأبجديات أو الأشياء الأولية اللي تخليه مهيأ؟ لربما يعني أبجديات بسيطة جدا في مسميات الأصناف، في نوعيات طريقة تركيب التجربة، ولكن أن يعمل التجربة ويصل إلى نتائج. لا أخفيك هناك مجتهدين يعني بذلوا جهد كبير ودرسوا وتعلموا، ولكن أن يصل إلى مرحلة أن يعني نثق بأن الميدان فيه كفاءة في المختبرات بحجم عمل التجارب الحالية في المناهج، لا أعتقد. وأنت تشوف الحال أنه اليوم محضر المختبر في مدارسنا أشبه بأمين مستودع. نعم، بس يشوف المواد اللي موجودة والأدوات ويحرزها ويكتب ويطمن على وجودها وخلاص. نعم. يعني أنا يعني طبعا هذه الجرأة ما ابغى اقول محسوبه لك او عليك، لكنها يضر رايك الشخصي في هذا الموضوع. نعم. انا احييك واترك لك مساحه اخيره تحب تقول فيها اللي تبي يا استاذ عدوان. احنا امام تحدي قوي. اولا يعني امام رؤيه 2030، وهي رؤيه سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، ونطمح ان يكون تعليمنا تعليما تطبيقيا عمليا، حتى ننهض بمواد العلوم بالشكل المطلوب. للأسف الشديد معلم العلوم الآن نعمل له مقابلة شخصية ونجد أنه لا يستطيع أن يؤدي تجربة وهو معلم علوم. جميل. لماذا؟ لأنه من تأهيله بالمرحلة الثانوية كان لا يدخل المختبرات، أو يدخل المختبرات ويكون دخوله يعني دخول نظري وليس عملي. طيب الأستاذ نطمح. نعم أستاذ عدوان، أنا أشكر لك حضورك معنا في أهلا، شكرا لكل هذه الإيضاحات. كلام جريء، خلينا نقول قوي، وجاي من شخص في موقع المسؤولية الآن في إدارة التعليم. وش تعليقك على اتصال عدوان؟